بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على الشهداء، السلام على الرموز، السلام على المعتقلين وعلى الجرحى، السلام على المطاردين. أحبتي، نحن هنا معكم في الساحات ونستمد صمودنا من صمود المجاهدين الصابرين والأحرار والحرائر المحتسبين أمرهم إلى الباري جل وعلا. كلنا فخر بهذا الشعب المستمد قوته من عقيدته لمحاربة ومقارعة الظالم والظالمين جميعا، ونستمدها من عقيدتنا الراسخة في رفع الظل وتحقيق الحرية والعدالة والعمل بصف واحد منصوص اقتداء بأبي الأحرار أبا عبد الله الحسين. أؤكد لكم على المضي في المطالبة بحقوقنا بكل سلمية لآخر قطرة من دمائنا حتى تحقيق جميع مطالب الشعب. ولأجل الشهداء ولأجل الرموز ولأجل المعتقلين والجرحى سوف نتمرد في 14 من أغسطس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.